السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. عالم الاتصالات والتقنية كل يوم في جديد، وكل حاجة احنا كنا بنفكر فيها زمان وبنفكر ان هي ممكن يكون تنفيذها مستحيل وحاجة كده في طي الخيال بتحصل وبتتنفذ على أرض الواقع. حاجات كتيرة قوي تخيلناها وبنشوفها بتتحقق، سمارت ووتش بترد منها وبتعرف كل حاجة عن حياتك الصحية، سماعات بتسمع منها بدون أي سلوك وبتقدر ان انت توظفها في كل حاجة انت بتستخدمها. لكن الحلم اللي كان قائم لكتير قوي من الناس وهو فكرة الاندماج، ازاي ان انت تدمج 2 برودكت مختلفين تماما عن بعض في جهاز واحد بس. وده كان من احد احلام التقنية بالنسبة لي، ازاي ان انت تدمج ساعة سمارت ووتش معاها هاند فري بلوتوث ويكونوا مع بعض. شفنا الكلام ده في بعض البراندات الصينية لكن لم تحظى ان هي تكون على وجه الدقة والتنفيذ الجيد، والنهاردة احنا بنشوفه في اول اصدار لشركة هواوي ساعة سمارت ووتش وفي نفس المنتج معاها هاند فري بلوتوث. يا ترى ايه هي قصة هواوي ووتش بودز اللي هتكون على الساحة قريب جدا؟ ده اللي احنا نتعرف عليه في حلقتنا ونعرف كل حاجة عن السماعة والساعة اللي في جهاز واحد. بس قبل ما نروح للحلقة، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الاعجاب بالحلقة، ولو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا دلوقتي في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننشره على القناة، ويلا بينا علشان نشوف المنتج الرائع بمعنى الكلمة. يلا بينا. اهلا وسهلا بكم من جديد مع هواوي ووتش بودز، ودي اول تسمية بنسمعها لساعات سمارت ووتش من هواوي، ان هي يكون معاها بودز فري او سماعات وايرلس مدمجة في ساعة هواوي ووتش. وده اللي اتسرب الايام اللي فاتت، صوروا فيديوهات عن الساعة اللي جواها سماعة بودز من شركة هواوي، واللي طبعا جاية بامكانيات لا تقل عن اي سماعة بلوتوث على الاطلاق، وفي نفس الوقت برضو الساعة جاية بامكانيات لا تقل عن ساعة هواوي ووتش اللي احنا متعودين عليها من زمان في الاصدار الاول او الثاني او الثالث من شركة هواوي. طب دلوقتي انا محتار، هل نتكلم عن الساعة الاول ولا عن السماعة؟ لا، تعالوا نتكلم عن الساعة الاول وبعد كده ندخل في السماعة. الساعة بتيجي نفس اصدارات ونفس الشكل اللي معودانا عليه شركة هواوي في الاصدار الثالث هواوي ووتش 3، واللي بتيجي بشاشة اموليد 1.43 انش وبكثافة بكسلات 466 × 466 و326 بكسل لكل بوص، وطبعا بدعم تفاعلات اللمس زي ما احنا متعودين طبعا من ساعات هواوي، وبتيجي من الفولاذ المقاوم للصدأ تماما، واللي بتيجي طبعا بكل الفيتشرز اللي معودان عليها هواوي من تمرينات اللياقه وتتبع الصحه زي مدى تشبع الاكسجين في الدم وضربات القلب، الهارت ريت اللي بتبقى شغاله طول الوقت، ومدى الاسترس واستشعار حراره الجسم. كل ده بتقدمه لنا مع نظام هارموني او اس 3، واللي بتقدر ان انت تنزل منه ابلكيشنز كتير على الساعه نفسها وبتستخدمها منفصله تماما من على الموبايل. والجديد في الاصدار ده على وجه الخصوص زي ما احنا قلنا، ان انت مجرد ما ترفع غطا الساعة بيبلك تجويفين للسماعات الفري بودز اللي من شركة هواوي، واللي بيكونوا بشكل اسطواني بالكامل وبتدخل جوه الودان بشكل كامل، يدوبك بيظهر منها حاجة بسيطة قوي زي ما احنا متعودين من شركة هواوي على نفس النظام السماعات بس بشكل مختلف شوية. وسماعات بتيجي ببطارية محترمة 410 ميلي امبير في الساعة نفسها اللي بتشحن منها السماعات، والسماعة بتيجي ب 30 ميلي امبير لكل سماعة، واللي بتكفي عمر البطارية 3 ايام شحن متواصل، واللي بتعيد فيها السماعة بمجرد ما بتخلص استخدامها بترجع تشحن من اول وجديد وبتقعد معاك 3 ايام في شحن متواصل. والسماعة بتدي لك استخدام 3 ساعات متواصلين لو انت بتسمع لمقاطع صوتية او ميوزك، ولو مكالمات حوالي ساعتين ونص لو انت بتشغل خاصية Active Noise Cancellation. وأيوة، هي فيها ميزة إلغاء الضجيج أو Active Noise Cancellation، واللي هيشتغل بدقة قوية جدا على حسب ما قالت هواوي عن السماعة اللي هتيجي مدمجة في الساعة، واللي بتيجي برضو بتحكم عبر اللمس إزاي إن أنت تشغل إلغاء الضجيج أو تلغيه، أو الأمبيانت ساوند الصوت المحيطي وبرضو تلغيه، أو إزاي إن أنت هتنقل التراك اللي بعده أو التراك اللي قبله، أو ترد على المكالمات أو تفصل المكالمات. كل الفيتشرز دي مش هتستغنى عنها أبدا لمجرد التقنية الجديدة في دمج الاثنين برودكت مع بعض. فهواوي هنا عملت اللي احنا كنا بنفكر فيه من فترة، ازاي ان احنا ندمج الساعة والسماعة مع بعض عشان يكونوا في منتج واحد او برودكت واحد، وما تفضلش بقى تفكر انا سبت علبة السماعة دي فين، انا سبتها هناك، لا انا سبتها هنا. كل الكلام ده
هيتلغي فورا، ساعتك هتكون فيها سماعتك. حلوة القافية دي، فأكيد حاجة هتكون مبهرة جدا، وخصوصا ان هي جاية من شركة كبيرة وعملاقة في مجال التكنولوجيا زي شركة واوي. ولو لينا نصيب كده نجربها على القناة اكيد مش هنبخل عليكم. فدي كانت حاجة كده بسيطة عن موضوع فعلا انا كنت بتمناه في عالم التقنية ان هو يحصل، وبالفعل حصل. ولكن ان هو يحصل بجودة كويسة وبخامات نظيفة وشركة وراه بتدعم الكلام ده، فدي حاجة هتكون فعلا فارقة في ساعة وسماعة واوي واتش بودز. وعايز اعرف رأيكم، ايه رأيكم في الفكرة بحد ذاتها، وايه رأيكم في المنتج ده على وجه الخصوص، وايه اللي تحبوه ان هو يحصل اندماج ما بينه وما بين بعض عشان تطلع منتج واحد يأدي الغرضين. اكتبولي في التعليقات وانا بشوف كل تعليقاتكم وبرد عليها بقدر الامكان. فلو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الاعجاب بالحلقة، ولو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا دلوقتي في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننشره على القناة. ولو في اي ملاحظات انا مستنيه من حضراتكم في التعليقات. كان معاكم ابو مالك من قناة ابو مالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.